التكوينيه تخص التكوين سواء على الجانب البيداغوجي او الجانب التسيير الاداري. والمهم في هذه العمليه وهذا لاول مره يعني هو رقمنه العمليه وتطوير الجانب الرقمي دونك لا نوميريزاسيون لو سيكتور دونك لو سيكتور entrepris un certain nombre d'opérations et d'عمليات عمليات الرقمنه. وكما لاحظتم اليوم العرض الذي قدم هو يتمثل بتقديم هذه الارضيه الرقميه كيف يتم التفاعل معها سواء من طرف المكون او من طرف المتربص، وبالتالي كل هذا سيسمح بتحيين من جهه العمليه في حد ذاتها وتحديثها وبالتالي تطوير مستوى التكوين.